الامور الهامه واللي بيقاس بيه معيار التقدم الدول فيما يعني هو جاي حتى المسمى بما يتعلق الامن السيبراني زي الامن اللي توفره الدوله لحمايه المنشات. احنا بنامن الامن السيبراني لتوفير حجم المعلومات وما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وامن المعلومات ازاي ان احنا نحافظ عليها بالشكل اللي هو يعني يحقق الغرض منها، خاصه ان احنا انتقلنا لعالم رقمي متسارع بعد احداث كورونا تحديدا. صحينا لقينا العالم كله شغال من خلال منصات ومن خلال مواقع الكترونيه سواء في عمليات البيع والشراء او الصفقات او الخدمات حتى وفي كافه المجالات المتعلقه. فانا هبتدي ان شاء الله دكتور شعبان للاشاره بس على عجاله الى بعض الامور المتعلقه يعني بخصائص جريمه الامن السيبراني. فجريمه الامن السيبراني تمتاز عنها عن الجرائم الاخرى اللي فيما يتعلق بامن المعلومات او الجرائم الالكترونيه او الجرائم المعلوماتيه. فهي من الجرائم اللي ترتكب بواسطه لازم يكون في جهاز كمبيوتر او حاسب الي او هواتف خلويه، يعني اي وسيله من وسائل التقنيه المرتبطه بالانترنت. نفس الوقت بتكون هي من الجرائم اللي بنسميها جرائم خفيه وجرائم بتتم عن بعد. دي من ضمن الخصائص طبعا سرعه التنفيذ فيها، جرائم عبر الحدود، جرائم بنسميها جرائم ناعمه يعني ما فيش فيها عنف انها بتستخدم عن بعد ما يكونش في احتكاك زي الجرائم الاخرى، جرائم صعبة الإثبات وده اللي احنا بنتكلم فيه وبننادي فيه فيما يتعلق بالدور التشريعي والخبراء القانونيين ودورهم في صياغة وإعداد المحتويات الرقمية والإلكترونية. وأنا بنصح كل شباب محامين مصر وكل يعني المجال ده مجال خصب جدا، التخصص فيه من التخصصات المتميزة، هيكون هو السمة القادمة وبسرعة أسرع مما توقع من 20-30 ممكن نتوقع في 20-25 هنكون احنا وصلنا لمرحلة متقدمة جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي وهيزيد به الهجمات السيبرانية وهيزيد به جرائم الإلكترونية أو جرائم أمن المعلومات. برضو من الحاجات اللي أنا أحب أوضحها صور الجرائم السيبرانية والاعتداء على أمن على معلومات الحاسب الآلي. طبعا هي الجريمة يعني ليها عدة أشكال، بتكون شكل برصنة، بتكون شكل إتلاف ملفات، بتكون شكل فدية، ليها العديد حسب الهاكرز أو حسب المنظمات العصابات الدولية اللي بتستخدم الهاكرز لاختراق الشبكات أو التقنيات أو المعلومات بشكل أو آخر، والهدف من استخدامها أحيانا بيكون التصنت وده أخطر شيء إنه بيستخدم في مراحل لاحقة بعدين. فإحنا لو قلنا نحب نوضح الصور الخاصة بالجرائم السيبرانية فاتكلمنا على الاعتداء السيبراني على معطيات الحاسب الآلي، الاعتداء السيبراني على حرمة الحياة الشخصية ودي برضو من أخطر الحاجات ودي لازم نتكلم فيها بتوسع فيما يتعلق ب الوعي الثقافي والوعي القانوني والوعي الاجتماعي فيما يتعلق ان احنا يعني مش هنرمي العبء كله على التشريعات والقوانين قد ما يكون في تثقيف ودور للمؤسسات المجتمع المدني والشبيهه لذلك فيما يتعلق بالتوعيه، التوعيه انك ازاي تتامن الاجهزه بتاعتك سواء كان موبايل او كان كمبيوتر او كان ايا كان الداتا اللي بتحاول فيها المعلومات الخاصه بتاعتك من صور او رسائل او خلافه انها تكون معرضه للاختراق ومعرضه للاتلاف او المساومه او للنشر بنسميه يعني فيما يتعلق بالتشهير الالكتروني، فده من في غايه الاهميه. طيب من ضمن الصور الافشاء العلني للوقائع الخاصه كافشاء وقعه معينه او الترويج لمرض ما، الاستيلاء على بعض العناصر الشخصيه كالاسم والصوره والبيانات الشخصيه، الاستيلاء والنصب والاحتيال السيبراني وده من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها محمود بيه فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمال. طبعا والاخطر من كل ده بيكون هو يعني نتكلم في قوانين امن المعلومات ودور التشريعي فيها ان المعلومات دي لها قيمه معروف لكافه الساده الحضور، تستخدم في كافه المجالات سواء في المجالات السياسيه او الاجتماعيه او الاقتصاديه او حتى المجالات التنافسيه فيما يتعلق بعمل التجاره والتجاره الدوليه. عندنا برضو من ضمن الصور الانتحال والتغرير السيبراني وده اخطر شيء بيستخدم فيه الذكاء الاصطناعي، ان احيانا بتتم عمليات بيستخدم صوتك بيستخدم اسمك مع جهه ما ويقدر يمرر عمليات سواء عمليات ماليه او بعض الجرائم او بعض ما شابه من ذلك. عندنا برضو زي ما اتكلمت تصنت السيبراني وده بيكون متعايش معانا في كافه الاجهزه المستخدمه
سواء على المستوى الشخصي او مستوى الشركات او مستوى حتى الاجهزه الحكوميه بيكون في تصنت، وده احنا نقدر نامنه زي ما تفضلنا قلنا فيما يتعلق بقوه وجداره الامن السيبراني والحمايه بتاعته، ان احنا يعني ممكن الصرف يكون على الامن السيبراني اعلى من الصرف على ما يتعلق بتشييد المنصات والبرامج وكده، ان ده اللي بيامن الحمايه اللازمه اللي عشان اعرف استخدم استخدام امن. برضو من ضمن الحاجات السطو السبراني على أموال البنوك والاعتداء السبراني على الأخلاق والإتجار بالبشر والمخدرات. أنا يعني أحب أن أنا أتكلم بصفة عامة فيما يتعلق بهذه موضوع الندوة أو هذا موضوع الندوة فيما يتعلق بالوعي والثقافة. محمود بي أشار إلى أن بيتم تدريس مناهج ما يتعلق بالأمن السيبراني في مراحل عمرية مبكرة في بعض الدول بدون ذكر أسماء صرعت إلى تدرسها في المناهج في المرحلة الثانوية وفي المرحلة الجامعية، وفي جامعات متخصصة باسم الأمن السيبراني أو أمن المعلومات دراسة كاملة لمدة كذا، إنه بيقدر يشتغل في كافة المجالات. في دول وصلت لمرحلة وضع سياسات عامة لتأمين شخص سيبراني في كل 100 مواطن، فده عدد مش سهل، يعني انك كل 100 مواطن يكون في شخص سيبراني على مستوى عالي ومحلي احسن من الاستعانه من خبراء خارجيين ما تامنش حجم المعلومات اللي بيكون متواجده. احنا بنتكلم بالشكل القانوني، التشريع هو الملاذ الاول والاخير، انه يكون على مستوى الحدث وعلى مستوى السرعه وعلى مستوى المرونه لمواجهه هذه التحديات من الجرائم السيبرانيه العابره للحدود. بيكون برضو يتبعها لابد ان يكون في معاهدات واتفاقيات دوليه سواء اقليميه او جماعيه تحت تامن الحمايه وتامن استراتيجيه الاستباقيه او الوقائيه فيما يتعلق بجرائم الامن السيبراني. احب انتقل للتوصيات، وكان سبق اشار ليها الدكتور محمود الجمل، لكن بشكل قانوني، واحنا عايزين تحديث دوري للمعلومات والاحصائيات حول الجرائم الالكترونيه وامن المعلومات، مراجعه وتطوير وتحديث التشريعات اللي اشرت ليها اكثر من مره والقوانين اللازمه، حيث ان الجرائم الالكترونيه متطوره وتتسع وتتغير بسرعه فائقه مما يتطلب مواكبه هذا التغير للحد من انتشارها. تطوير النظام للابلاغ السريع والعاجل، وده مطلب طبعا بيكون في التوعية والتثقيف فيما يتعلق بهذه الجرائم ونوعيتها، وده دور مجتمعي مش دور قانوني فقط ولا دور تشريعي، هو الدور المجتمعي اللي احنا بنعتمد عليه في الأساس، بعدين يلي ذلك ما يتعلق بالدور التشريعي أو الدور القضائي أو الدور الرقابي. مواصلة الذكاء وعلى الأفراد بالسلامة الإلكترونية، ويمكن ذلك من خلال المناهج الدراسية زي ما أشرنا في مراحل مبكرة، والاهتمام بالجانب دوت إن هو هيكون سمة العصر، وخاصة إن احنا يعني لو طالب بالطالعين او باحثين فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتطور الهائل وما يتعلق بالجرائم اللي هتكون ذات علاقه وصله بهذا الامر هيكون في غايه الصعوبه وفي غايه التعقيد، خاصه ان ده ممكن يمثل يعني زي ما قلنا مش على مستوى بس افراد ولا شركات ولا بسات، ممكن يمثل امن دول وامن قومي، فده متطلبات هامه جدا تبتدي من وعي وتثقيف الفرد في المجتمع، يلي ذلك المؤسسات والمنشآت المتخصصة في هذا المجال. تحسين التدريب، ومحمود بيه سبق النشار إليه، اللي هو التدريب المستمر، إن إحنا في يعني زي ما قلنا سرعة فائقة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الجرائم المعلوماتية. تسريع عمليات التعاون بين هيئات التحقيق الوطنية من خلال الربط الإلكتروني، وده طبعا بيكون هو السمة القادمة حتى يكون في تأمين عالي لهذه التقنية. طرق عديدة ومتنوعة لتوعية اخطار الفضاء السيبراني زي ما قلنا البرامج دور الإعلام وبصفة عامة ونشرات وندوات في المدارس والتدريب. اللي احب اقوله الدور التشريعي والدور التثقيفي هم اهم حاجه، والتدريب المستمر. انا طبعا يعني اشكر لجنه الفكر القانوني تبنيها مثل هذه الندوه، وهي من الندوات المتخصصه والمتميزه، وزي ما تفضل زملائي المتخصصين ان الموضوع يطول الكلام فيه او البحث فيه، وان كنت يعني ان شاء الله نقدم مقترح ان يكون في تدريب مستمر وشامل لكافه شباب محامين مصر وكافه الساده الزملاء من يقدروا يساهموا معانا في هذا المجال التدريبي، وان شاء الله يكون عن طريق الاونلاين او عن طريق منصه
خاصة بلجنة الفجر جاري دراستها مع معالي النقيب ومع السادة مقرري اللجنة بحيث تنشر الوعي والثقافة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والأمن السبراني. وسعدت بيكم وشكرا لكم وشكرا لكم. نشكر المستشار خالد على المداخلة السريعة والسريعة. استكمالا اللي قاله المستشار خالد يعني جه في ذهني كده إحدى القضايا اللي أثيرت من فترة ليست ببعيدة طبعا مش في مصر. أحد الأشخاص استعان بالروبوت اللي عنده إن هو يقوم بالشراء من أحد المواقع يعني. فشخص دخل عمل عملية البيع لكن في الآخر الموقع طلب منه إن يدخل مجموعة من الرموز زي ما بتطلب مننا كده عشان يتأكد إن أنت مش روبوت، يتأكد إن أنت إنسان طبيعي. فطبعا الروبوت ما قدرش يدخل الرموز دي، فتواصل مع الويب سايت مع الشركة المالكة الويب سايت قال لهم أنا عايز أشتري من عندكم ومش عارف أتمم عملية البيع. قالوا لا أنت مش إنسان، أنت مش إنسان أنت روبوت. قال لهم لا أنا إنسان. قالوا طب دخل الرموز علشان تتمم عملية. قال لهم لا أصل أنا كفيف. وقدر يتمم عملية البيع رغم أنه مش إنسان طبيعي. فاستنونا هتسمعوا حاجات كتير هتفيدكم إن شاء الله. مع صديقي العزيز الدكتور محمد حمزة، واسمحوا لي أقول له ألف سلامة عليك لأن هو فعلا زي ما كان بيقول لي يعني من المستشفى على هنا، فدعوا له بالشفاء. هو متخصص في جرائم أمن المعلومات والأمن السيبراني، والمداخلة بتاعته استكمالا اللي قاله المستشار خالد ماذا بعد الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني. أسيبكم معي. السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يعني أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهاردة. يمكن دي مش جديدة عليا إن أنا بكون بحاضر في نقابة المحامين. أنا تقريبا حضرت أكتر من 46 محاضرة داخل النقابة، سواء كان في المعهد أو خارج المعهد، في محافظة القاهرة أو في المحافظات الأخرى. في هذا التوبيك بالتحديد اللي هو توبيك الأمن المعلوماتي وجرائم أمن المعلومات والجرائم السيبرانية، أنا اسمي محمد حمزة، أنا دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، ومحاضر متخصص في جرائم أمن المعلومات منذ عام 2013 تحديدا، وبدأت أدرس هذا المحتوى من سنة 2014. الناس اللي حافظين الكلام، أنا خدت فيه ماجستير مهني سنة 2013 من جنيف، وده كان أول ماجستير مهني يتعمل فيه جرائم أمن المعلومات. والحقيقة كان الموضوع بالنسبة لي شغف كبير جداً إن أنا أتعمق فيه وأدرسه بكل جوانبه، سواء كانت الجوانب التقنية أو الجوانب القانونية أو الجوانب السوشياليتي الاجتماعية. وبالفعل درست كل الجوانب دي، درست الجانب التقني، خد فيه كورسات كتير جداً فيما يخص السايبر سيكيورتي أو الانفورميشن تكنولوجي او اي حاجه لها علاقه بهذا التوبيك. وبما اني اصلا انا رجل قانون وخريج كليه الحقوق، فكنت حاسس ان انا حابب اطور في هذه المنظومه القانونيه فيما يتعلق بالقانون وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الجانب الاجتماعي برضو انا يعني بدرس في لبعض طلبه كليه الخدمه الاجتماعيه فيما يخص السوشيال انجينيرينج او الهندسه الاجتماعيه، فيما يوقع بالشباب التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يهيئ لمن تسول له نفسه في ارتكاب مثل هذه الجرائم ان يستغلهم ويصبحون ضحايا له في الاخير. انا سعيد جدا ان انا اكون معاكم، وانا مش هقدر اطول لان انا فعلا تعبان والله، وانا جاي بس عشان خاطر اصدقائي الاعزاء وعشان خاطر الدعوه الكريمه على قلبي دي اللي جات لي فعلا وانا في المستشفى من اسبوع. وانا فانا هتكلم النهارده عن حاجه جديده يمكن شويه عن المواضيع اللي انا اتكلمت فيها السنين اللي فاتت كلها، ودي كانت اخر مؤلفاتي او ابحاثي في الجامعه البريطانيه في كليه القانون، وهو الاعتراف بالشخصيه القانونيه لانظمه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. خلاص بقى احنا سيبنا الجرائم الالكترونيه اللي احنا تعودنا عليها وقاعدين بنتكلم فيها بقالنا اكتر من 12 سنه، بنتكلم عن الجريمه المعلوماتيه التي تخص الهاتف المحمول واجهزه الحاسب الالي والمعاملات التي تحولت من المعاملات التقليديه الى ديجيتال ترانسفورميشن والتحول الرقمي والبنيه التحتيه الحرجه والكريتيكال انفراستراكشر والقوانين اللي صدرت سنه 2018 قانون جرائم تقنيه المعلومات. وبالمناسبه انا كان ليا يعني محاولة لإيجاد حلول قبل 2018 في بالتحديد سنة 2016 و2017 في مؤسسات المجتمع المدني إن احنا نعمل مشروع قانون خاص بالجرائم المعلوماتية قبل ما يصدر هذا القانون. وعندما صدر هذا القانون ويعني
أنار وأضاء التشريع المصري بهذه النصوص، وجدنا أن معظم النصوص التي تحدث عنها المشرع المصري هي النصوص التي اجتهدنا فيها أنا والشباب بتوع الحقوق وبتوع القانون اللي بنتحدث فيها عن مثل هذه الجرائم. أنا هتكلم عن بعض النقاط الأساسية التي تستكمل ما شرحته في كل الفترة اللي فاتت دي. لو أنت عايز تسمع الشرح اللي أنا شرحته، أنت خش على موقع النقابة واكتب دكتور محمد حمزة أمن المعلومات، أو اكتب على جوجل دكتور محمد حمزة أمن المعلومات، هيجي لك كل الفيديوهات اللي أنا عملتها سواء كان في النقابة أو خارج النقابة أو حلقات التلفزيون اللي تخطط تقريبا 200 حلقة في هذا المجال خصيصا، وكل حلقة هتلاقيها مختلفة عن التانية، سواء كان حلقات متخصصة عن الابتزاز الإلكتروني، حلقات متخصصة عن الجرائم الإلكترونية بصفة عامة، سواء كانت عن السوشيال إنجينيرينج أو استغلال ضعاف النفوس لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخلافه. أنا النهاردة هتكلم عن أربع نقط وهعتبرها قواعد أساسية، أتمنى أن حضراتكم تكونوا حريصين على التمسك بهذه القواعد واستكشاف ما بعد ما أقول في هذه المحاضرة. أول قاعدة والتي مصر على أن أتحدث عنها في كل مرة تحدثت في هذا الموضوع، أن كل ما هو رقمي هو غير آمن، وهذه القاعدة الأولى. هذه الكلمة تعلمتها من 2013 ومن 2013 لغاية النهاردة أو أنا أكررها، كل ما هو رقمي هو غير آمن، كل ما هو رقمي هو غير آمن. يعني إيه بقى كل ما هو رقمي؟ هشرحها بعدين. القاعدة الثانية، ودي يا ريت تركزوا معايا لأنها تخصكم وتخصني، التكنولوجيا تسبق القوانين. التكنولوجيا تسبق الايه؟ القوانين. يعني ايه تكنولوجيا تسبق القوانين؟ يعني النهارده عملنا قانون بيجرم جرائم امن المعلومات، بكره في تطور تكنولوجي جديد في جرائم بشكل جديد ما ذكرهاش القانون. ونحن نعلم كرجال قانون ودارسين في كليات العراقه كليات الحقوق والقانون ان القانون الخاص يجب القانون العام، ده نمبر 1. نمبر 2 ان قلت ايه؟ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص. لا أصلا حافظ السنة ما قلتش التانية دي قبل كده. فطالما لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، طب معظم الجرائم اللي كانت بتتعمل قبل وجود القانون كنا بنعمل فيها إيه؟ كنا بنوازن على مسار بعض القوانين التي تشابه الجريمة ديت، وطبعا في الآخر كانت بتلعب لعبة 50-50، يا إما أن تقبل أو لا تقبل أو القدر والوصف أو الكلام اللي حضرتكم طبعا. لا يجوز القياس في مثل هذا التخصص تحديدا في بعض الأمور التي جدت علينا. فأصبح القاعدة الثانية اللي هو إيه؟ القانون الخاص يجب بالقانون العام. وطالما القانون الخاص جه وذكر لك جرائم بعينها إحنا ما كناش نعرف عنها حاجة، يعني هل تعلم إن أنت مثلا كان عندك قانون أو كان عندك مادة بتنص على فبركة الصور؟ ما كانش فيه، مع إن الموضوع ده كان منتشر قبل وجود القانون باستخدام البرامج الحديثة في تركيب الصور وخلافه. ولكن عندما جاءت المادة داخل قانون 175 لسنة 2018 وقالت لك ان الناس اللي بتمسك الصور ديت وبتركبها على صور تانية لناس عشان تسوق بسمعتها، فاذا لها عقوبة بقد كذا غرامة وقد كذا حبس، فاذا النص جاء وبات محددا لهذه الجريمة. طيب يبقى تاني قاعدة اتفقنا عليها ان التكنولوجيا تسبق القوانين. طيب القاعدة رقم 3، التسارع التكنولوجي والتطورات التقنية الحديثة ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ احنا لما كنا بنتكلم عن الجرائم الالكترونيه من كام سنه كده، وكنت باجي اقعد معاكم في المحاضرات سواء في المعهد او هنا، كنت بقول لك ايه، تعال نمسك القانون ونشوف جريمه جريمه، وقعدنا نقول ان جريمه السرقه العاديه دلوقتي بقت اصبحت جريمه الكترونيه عندما تستخدم هذه السرقه في استغلال المحافظ الالكترونيه اللي على تليفون سيادتك وبسرق منك الفلوس، فاصبحت السرقه من سرقه عاديه ايه لسرقه الكترونيه. طيب بعد كده التشهير، بعد كده الشائعات. الشائعات الاول كانت الناس عندها ثقافه الشير قبل وجود النت، ان واحد يقف في الشباك الست تقول لي مش عارف الست اللي جنبها مش عارف مين اتطلقت، فاللي جنبها وتدي الطبق لجارتها تقول لها دي الست دي اتطلقت، وتزود عليها كلمتين طلقت بسبب كذا، والست تروح بعتها بنتها مش عارف تجيب ايه من تحت فدي تقول لي البقاله وهكذا، ثقافه الشير. فكان الموضوع تيجي الست اللي هي اللي ما اتطلقتش دي اصلا
وطلع عليها الاشاعه دي وهي داخله من باب الشارع بتصطدم بهذا الامر. دلوقتي الامر اصبح سهل، انت عندك 5000 صديق، مجرد ما تنزل شائعه واحد بس يشيرها عنده 3000 صديق وهكذا، فانتشار الشائعات. طيب غير كده النصب، النصب قبل ما كنا بنشوف الجرائم اللي موجوده على المواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثه، اصبح النصب بقى بشكل غير طبيعي. واخر عمليه نصب انا اتكلمت عنها يمكن تقريبا في التلفزيون كتير، وكانت القضيه دي تحديدا انا كنت مركز فيها وكان ليا راي مختلف في هذه القضيه، وهي قضيه الهوك بول. سمعتوا عن قضيه الهوك بول؟ قضيه النصب الشهيره. طيب فاصبحت كل هذه الجرائم المنتشره بين الناس في الحياه التقليديه انتقلت من الحياه التقليديه الى الحياه الرقميه بسبب سوء استخدام سيادتنا، سوء استخدامنا احنا لمواقع التواصل الايه الاجتماعي او التليفون المحمول اللي في ايدينا. طيب التكنولوجيا تسبق القوانين، هنكمل مع حضرتك. التكنولوجيا تسبق القوانين يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما جيت اتكلم عن جريمه الكترونيه او امن سيبراني، هو يعني هو يعني ايه امن سيبراني؟ بالمناسبه كلمه امن سيبراني يعني ايه؟ بمنتهى البساطه وبدون اي تعقيدات، كلمه سيبراني هي كلمه انجليزيه معربه. كلمه سيبراني دي جايه من كلمه سايبر، كلمه سايبر بالانجليزي يعني الكتروني، فكلمه امن سيبراني يعني امن الكتروني بس. يبقى امن سيبراني يعني ايه؟ امن الكتروني. طب مع مفهوم الامن ايه؟ ان انت كنت بتحافظ على ممتلكاتك وعلى بيتك من اي اعتداء يتم عليها. طب بعد ما بقت حياتك كلها فلوسك على المحفظه الالكترونيه وصورك على الموبايل والجي بي اس اللي انت بتتحرك فيه مش عارف ايه والكتب اللي انت شايلها والاوراق الرسميه اللي انت والجلسات اللي انت بتحضرها والمحاضرات اللي انت بتعملها، كل ده انتقل على الايه؟ على التليفون. بقى لازم يكون هذا التليفون مؤمن. اذا وجد الامن الايه؟ الالكتروني او الامن السيبراني. وبالمناسبة برضو الأمن السيبراني غير الأمن المعلوماتي، عشان في ناس بتربط ما بين أمن المعلومات والأمن السيبراني بأنها حاجة واحدة. لا، الأمن السيبراني حاجة والأمن المعلوماتي حاجة، ودي معلومات لازم أنت تكون عارف. إيه أمن المعلومات؟ أمن المعلومات هو الحفاظ أو حماية أي معلومة أيا كانت ورقية أو إيه؟ إلكترونية. إنما الأمن السيبراني الحفاظ وحماية أي معلومة إلكترونية. اذا الامن المعلوماتي اعم واشمل من الامن الايه السيبراني في التعريفات، عشان انت تبقى عارف بعد كده. طب الناس اللي كانت بتعرف الجريمه الالكترونيه او الجريمه المعلوماتيه او الجريمه السيبرانيه كانت بتختلف ليه في التعريفات بتاعتها؟ ليه ما حطوش تعريف جامع مانع شامل عشان انت تبقى عارف ايه الجريمه الالكترونيه دي؟ لان كل واحد بيقصها بحسب وجهه نظره وبحسب الاطار الجغرافي او الاقليمي اللي هو عايش فيه. لان انت الجرائم عندك تختلف عن جرائم الكترونيه في بلد تانية، الجرائم اللي عندك ممكن تكون انت بتعتبر ان اي جريمه بتتم من التليفون جريمه الكترونيه، ولكن انا من عندي في البلد اللي انا فيها بعتبر ان اي جريمه ترتكب عبر وسائل الانترنت او الاتصال بشبكه الاتصالات الانترنت العالميه هي دي جريمه معلوماتيه. وإذا اقتصر الأمر على أن واحد يكون عنده برينتر ويطبع من عليها ده تزوير في محرر رسمي، لا أنا مش أقول عليها جريمة إلكترونية. لو عمل سب وقصف أنا مش هعتبرها جريمة إلكترونية مع أنه استخدم آلة إلكترونية، ولكن أنا عايزك أنت تعتبر أن الجريمة الإلكترونية هي جريمة عبارة عن تواصل للإنترنت وبعض. عشان كده اختلف جميع الفقهاء في وضع تعريف ثابت للجريمة المعلوماتية، ولكن هي في الأول وفي الآخر هي جريمة ووجد لها تشريعات ووجد لها اتفاقيات دولية بتنظم هذه العملية. ولكن مع التطور، وده موضوع اللي انا بكلمك فيه النهاردة، انت دلوقتي قبل وجود التليفون المحمول اللي كان في ايدك ده كانت الجرائم الالكترونية عبارة عن ايه؟ SMS، كانت عبارة عن ان انت لا مش SMS، الايميل ادرس، ان انت تبعت رسالة على الايميل بالخطأ، او ان انت ان هو ده الياهو والهوت ميل. الياهو والهوت ميل كانت هي اشهر حاجه موجوده من المواقع اللي احنا موجودين فيها كلها، لان ما كانش فيه استخدام الايه الصور والفيديوهات والكلام ده كله. طيب بعد فتره من الزمن تطورت مثل هذه الجرائم الالكترونيه. امتى؟ لما التليفون اتطور شويه وبقى ممكن يبقى فيه كاميرا. بعد ما التليفون بقى فيه كاميرا اصبحت هناك جرائم جديده تعد من جرائم الاعتداء على حرمه الحياه الخاصه لو انت استخدمت الكاميرا بدون اذن اللي قدامك وصورته.
طيب بعد شوية والدنيا تحدثت أكتر، أصبح هناك محافظ إلكترونية مرتبطة بالتليفون بتاعك، أصبح هناك محاضرات، أصبح هناك وظائف. هذه الوظائف أنت ما بتعملهاش إلا وأنت قدام التليفون، وما بتقبضش غير على المحفظة الإلكترونية بتاعتك. أنت لا بتروح العمل، وأنت ممكن تكون بتشتغل خارج مصر أصلا وأنت في مكانك هنا في مصر. فأصبحت كل يوم في تطور جديد في التكنولوجيا، وكل ما بتزيد تطور التكنولوجيا بيزيد معاها مخ المجرم المعلوماتي اللي هو مجرم غير عادي غير تقليدي غير اللي احنا متعودين عليه. ده راجل دارس وفايق وبرفانات ويا أبيضة زي ما بيقولوا، ولابتوب وتكييف وكوباية اسبريسو، وقاعد بيرتكب جريمة في منتهى الهدوء. لا هو راجل عنيف، ولا هو بيستخدم آلة حادة، ولا هو بلطجي، ولا هو الكلام ده كله. ده راجل مهندس برنس كده قاعد بيرتكب جريمة وهو برنس. قعدنا نعدد في هذه الجرائم، وقلنا ان الجرائم دي هل ممكن توصل مثل هذه الجرائم الى تطور اخر؟ اه وصلت لتطور اخر. وركز معايا بقى في اللي انا هقوله لك دلوقتي ده. التطور اللي بعد استهداف الشخص الذي يستخدم التليفون المحمول او التطبيقات المستحدثة اللي موجودة على التليفون المحمول. ما انت دلوقتي بتستخدم تطبيقات، كل هذه التطبيقات البرايفسي بوليسي بتاعتها حضرتك ما بتقراش، اللي هي سياسة بنود الخصوصية، والتي تسمح لمعظم هذه التطبيقات بالاختراق المشروع، لان انت خلاص انت نديها موافقة اختركي. هي بتقول لك والله انت لو قبلت الابليكيشن ده عندك انا هوصل لصوتك. فانت بتقول لها ايا كانت بالانجليزي ولا بالعربي، احنا عندنا جوجل ترند يعني، احنا بنترك طويلة قوي، فتدي له صوتك، تدي له الكاميرا، تدي له صورك، ولو رفضت مش هينزل. اذا استغنى عنه، اميته الباطل بالسكوت عنه. زي بالظبط كده لما انت بتشوف حد بيشنع على حد ولا بيشتمه على البيج، وانت معترض جدا على الشتيمه، معترض جدا على هذه الشائعه او الكذاره او اللي انت مش عاجبك ده، تروح انت عامل شير وتكتب فوق حسبي الله ونعم الوكيل. طب ما انت عملت شير، ما انت قعدت نشر هذه، او انت عملت كومنت عليها من تحت، بتعاقب على هذا المنشور بالإساءة، بتقول والله ده ما يصحش ان انت تعمل كده. لا ما تردش، اميته الباطل بالسكوت عنه. ليه؟ لان انت كل ما انت بترد، كل ما بتعمل ريسايكل للايه للمنشور، بيعاد نشره مرة تانية. انت هتلاحظ كده، كل ما تعمل تعليق على كومنت على منشور، البوست ده بيتعاد تاني غير ان انت بتشيره. فاميته الباطل بالسكوت عنه، سواء كان على التعليقات على مثل هذه المنشورات، او على التطبيقات اللي انت، او احنا كنا قبل التطبيقات دي كنا بنعمل ايه. انت لما تشوف ان تطبيق خلاص هيخترق خصوصيتك ارفضه، يا اما انت ما فيش حاجه اسمها كده. هقول لحضرتك على حاجه قلتها كذا مره. هل حضرتك بتدفع فلوس للخدمه اللي بتتقدم لك من هذه التطبيقات، ولا انت تاخدها بشكل مجاني؟ وهل هذه الشركات التي هي اكبر اقتصاد في العالم، 30 تريليون دولار مش عارف ايه، وبتكسب كل المكاسب دي، بتكسبها منين؟ من المعلومات. اذا كنت تستخدم خدمة بدون ان تدفع ثمن، فاعلم جيدا ان معلوماتك وبياناتك هي الثمن. هذه البيانات تتم معالجتها بشكل يجعل اللي بياخد البيانات دي يستهدفك، سواء كان استهداف تجاري، سواء كان استهداف اجتماعي، سواء كان استهداف سياسي، سواء ايا كان نوع الاستهداف اللي انت بتستهدفه. كنت لسه بتكلم من فتره في حلقه في التلفزيون عن تطبيق زي تيك توك، وتطبيق التيك توك اللي سمحت الحكومه الصينيه بان هي تنشر المعلومات دي للحكومه نفسها، معلومات المستخدمين. تخيل ان انت معلوماتك على التيك توك دي بتروح للحكومه. طب الحكومه هتعمل ايه بمعلوماتك؟ هي المفروض المعلومات دي اصلا تكون في الشركه؟ لا. طب انت استخدامك للتيك، طب انا عايز اقول لك على حاجه اكبر من ذلك. عارف لو انت حاطط التطبيق زي ده على تليفونك دون ان تستخدمه، فهذا التطبيق يصل الى ما سمحت له به عند قبولك لتحميل هذا الايه التطبيق. فموضوع التطبيقات وموضوع المواقع وموضوع الحاجات اللي انت مش قادر تستغنى عنها وبتنزلها دون الرجوع الى بنود سياسة الخصوصية والبرايفسي بوليسي، بتعرضك لارتكاب هذه الجرائم. طب ايه التطورات اللي بعد كده؟ دخلنا في تطورات جديدة اسمها بعد الموبايلات والاستخدام الشخصي، السمارت هوم. ايه السمارت هوم؟ ان انت كل الاجهزة الكهربائية اللي احنا بنروح نشتريها من السوبر ماركتس دلوقتي، هي عبارة عن اجهزة مرقمنة ومتصلة بالانترنت. شفت الاعلام في رمضان بتزبط الغسالة وهي عند امها بتعمل البرنامج صح؟ هي راح مسافرة وبتزبط الغسالة، والتاني بيزبط التلاجة عشان يفصلها ويفتحها، والتكييف.
مش عايزه حاجه بتنشر؟ ما انت بتنشري على الفيسبوك يعني مش ففكره ان كل هذه الاجهزه يبقى انت مثلا شاري تلفزيون، التلفزيون ده اسمه تلفزيون سمارت وانت فرحان، تلفزيون بكاميرا وبيشغل فيسبوك وبيشغل يوتيوب وبيشغل مش عارف ايه، وانت حاطط التلفزيون في الصاله ومعدي بقى في شقتكم. ده بيتك انت هتخاف في بيتك؟ افترض ان هذا الجهاز، وانا قلت في الاول كل ما هو رقمي هو غير امن، تم اختراقه وتم اختراق هذا الجهاز فتم اختراق الكاميرا اللي موجوده في الجهاز ده، عايش معاك في البيت ده، مش عايش معاك لوحدك، عايش مع الاسره الكريمه كلها. كل ما يتم فعله داخل هذا المنزل فهو على المشاع. طيب الناس اللي بتجيب كاميرات جديده وفرحانه قوي ان الكاميرا دي بتعلقها في مكتبها او بتعلقها في شركتها وبيقدر يتابع الكاميرا من خلال التاتش سكرين، يجيب الكاميرا شمال يجيب الكاميرا يمين وهو في اي مكان في العالم. وانا بالمناسبه عندي واحده في المكتب، بس مش دي المشكله. اذا تم اختراق هذه الكاميرا ماذا سيحدث؟ اذا تم اختراق تليفون ابنك وتتبعه على الجي بي اس ماذا سيحدث؟ اذا تم اختراق الغساله، اختراق الثلاجه، اختراق اي جهاز من الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في البيت ده، دلوقتي الناس المرفهه ما بقتش تخش الفيلا بتاعتها الا لما تكتب على التاتش على الموبايل عشان الباب يفتح وهي داخله سيادتها بالعربيه. اذا تم الاختراق والاعتداء اذا تم فهذا تطور جديد من تطورات التكنولوجيا التي يجب وجود تشريع خاص بها بعيدا عن استخدام الافراد، ولكن بقينا في استخدام المجتمعات. طب ماذا بعد استخدام المجتمعات؟ وماذا بعد؟ بعد السمارت هوم؟ لا انا لسه، انا قدامي 10 دقايق بالظبط، ال 10 دقايق دولت هوصلك لابعد حاجه ممكن انت تتخيلها في حياتك. بس اختراق الغساله ازاي؟ اختراق الغساله ازاي؟ بص انا هقول لك جريمه كوميديه يعني نكته، بس الجريمه دي حدثت، انا مش هعتبرها جريمه طبعا، بس هذا الموقف حدث بالفعل. واحد عنده كافي ماشين اللي بتعمل اسبريسو والكلام ده متوصله بالانترنت، فبيجيب القهوه كل يوم بيظبط على الموبايل القهوه اللي هو بيشربها بالسكر اللي هو بيشربه بتاع، يا دوبك يدوس فتنزل له القهوه يشربها. مراته لعبت في السيستم وخدت الباسورد، وكل ما يجي يعمل قهوه تروح منزلها له ساده منيل، يعمل مره في الثانيه في الثالثه كسر المكنه، بعد ما كسرها راحت قالت له ده انا اللي كنت بعمل فيك مش عارف ايه. يعمل ايه هو بقى؟ لا اخترق الغساله وحط كلوروكس الوان في الغساله. طيب ماذا بعد؟ خلونا في الجد يا جماعة، ما تدخلوناش بالظبط. والله ده حصل بالفعل، أنا مش بهزر بس أنا بتكلم بجد، وهو ده الواقع اللي احنا فيه. طب دولت ناس في بعضيها، لو حد غريب هو اللي عمل. طيب ماذا بعد هذا التطور بعد أن وصل للسمارت هوم؟ اسمع بقى التقيل IoT Internet of Things، إنترنت الأشياء. بعد ما اخترعوا لك إن كل جهاز متصل بالإنترنت والتليفون متصل بالإنترنت واللابتوب متصل بالإنترنت والتلفزيون والكلام ده كله، اخترعوا حاجة جديدة اسمها IoT. أين القانون الذي ينظم IoT؟ قل لي طيب إيه هو IoT؟ مش لسه. لا موجود، كل اللي أنا بكلمك عليه موجود داخل جمهورية مصر العربية. IoT إنترنت الأشياء هو ربط الأجهزة التي تعمل في هذه التقنية بعضها البعض دون تدخل بشري. يعني إيه؟ هبسطها لك. برافو عليك. إزاي بقى؟ أنت عندك ثلاجة في البيت، الثلاجة دي سمارت. الكلام اللي أنا بقوله أوعى تاخده على محمل الهزار. ليه ما تاخدوش على محمل الهزار؟ هقول لك ليه. لان انا لما كنت بتكلم من 12 سنه ولا من 10 سنين في التلفزيون عن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي وما سيخلفه هذا الذكاء الاصطناعي من تحديات نحن يعني غير قادرين على التعامل معها لعدم الوعي التكنولوجي الكافي، كانوا بيهزروا وبيفتكروني ان انا بتكلم في خيال علمي. اول ما سياده الرئيس جه وعمل مؤتمر الشباب واستضاف فيه صوفيا اللي هي الروبوت واتكلم عن الذكاء الاصطناعي
وسيادته عمل جلسة مخصوصة عن البلوك تشين وعن الانترنت اوف ثينجز اللي انا بتكلم فيها وعن الاي اي الارتفيشال انتليجنت اللي هو الذكاء الاصطناعي والكلام ده. لقيت لك الناس بتكلمني يا دكتور احنا عايزين نعمل حلقة تانية. قلت له حلقة انت كنت فاكر انه خيال علمي تمام. فانا عايز انبهك لحاجة اللي انا هقوله لك النهارده ده هتفضل فاكرني بيه طول عمرك لانه مش هينتهي وكل يوم هتحصل حاجة جديدة والعشر دقايق هيخلصوا قبل ما اكمل. المهم ماذا بعد الاي او تي؟ ما هو الاي او تي؟ هو لو انت عندك تلاجة في البيت هذه التلاجة بتحفظ فيها الاكل بتاعك. مجرد ما الاكل يبوظ هتلاقي يعني قدامه 3 ايام ويبوظ تلاقي رسالة جاية لك على الموبايل الحق دكتور محمد خلص الصنف اللي عندك ده عشان هيبوظ. طيب نفترض ان انت عندك صنف غير مكتمل يعني انت عندك طبق بيض مثلا وتحط فيه 30 بيضة كده بتجيب الطبق تروح معبيه في كله خلاص فهو فاضل 3-4 فتلاقي مسج مش ليك بقى المرة دي. دي المسج اللي السوبر ماركت اللي انت بتتعامل معاه عشان يطلب منه طلبية للصنف الذي سوف ينفذ عند حضرتك عشان يروح الدليفري اللي هو اونلاين وبعد كده يخصم الحساب من انت فين انت فين. مسج هتجيلك وهتبدأ تحط المسج دي ان انت موافق على ان انت تدفع الفلوس دي لان فعلا الصنف ده ناقص عنه. طيب الغسالة لما ارتبطت بالتليفون لما ارتبطت بالتلفزيون لما ارتبطت بالكوفي ماشين والكلام ده كله اسمه ايه؟ IoT. فأين التشريعات والأنظمة التي تحمل مسؤولية الخطأ عند إصابة أي شخص يتعامل مع هذه الأجهزة أو يستخدمها بضرر؟ تمام؟ طيب ماذا بعد IoT أو إيه التطور اللي حصل بعد كده؟ خلاص سمارت هوم IoT تعال بقى في الجديد سمارت سيتي. سمارت سيتي يعني بقت المدينة كلها زي ما انت قلتي لي على الإعلان كده بقت انت عندك عربية اسمها ايه؟ ذاتية القيادة بتشتغل بالارتفيشال انتليجنت. طيب العربية دي ماشية ما انا هكلمك انا هجيلك هكلمك بالعربي. طيب انا هقولك لا هقولك العربي دلوقتي هقولك تمام. فالسمارت عربية ماشية في الشارع بدون سواق عارفة طريقها ماشية ازاي ما بتخبطش حد ما بتعملش حوادث. وقياسا على اخر احصائية لو انت بصيت على السواقين العاديين اللي بيقودوا سيارات تقليدية لو هو بيمشوا 100,000 كيلو بيعمل كم حادثة قد كذا. طب تعالى على العربية التانية لو بتمشي 500,000 كيلو عدد الحوادث اللي بتعملها العربيات ذاتية القيادة اقل بكثير من الحوادث اللي بتتم من ايه من انسان طبيعي. طيب انت فرحان بكل التطورات دي وده الجانب الايجابي سيبني اكمل اي سؤال انت عايزه انا هجاوبك عليه بس بعد ما المحاضرة تخلص. فالتطور زاد واحنا كل ده عمالين نتكلم في ايه في جرائم معلوماتية او جرائم تقنية المعلومات التي حصرت داخل القوانين المحددة اللي احنا اشتغلنا عليها طول السنين اللي فاتت اللي انا كلمتك عليها. تمام؟ المشرع المصري احسن صنعا في الفترة الاخيرة ان في حزمة تشريعات ويمكن لما سيادة المستشار كان بيتكلم كنت عايز اذكر ان في قانون بيتكلم عن التكنولوجيا المالية الفاينانشال تكنولوجي خاص بالفاينانشال تكنولوجي فقط اسمه قانون رقم 5 لسنة 2022 اتمنى تطلعوا عليه لان انتوا رجال قانون. فقانون زي ده يسبقه قانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بوسائل تنظيم وسائل الدفع غير النقدي. هي وسائل الدفع غير النقدي الفلوس الاونلاين ليها قانون ليها قانون. الاتوبيسات اللي بتمشي في الشارع اللي بتشتغل بتكنولوجيا المعلومات ليها قانون اسمها قانون النقل الالكتروني. كل هذه القوانين المتعلقه بتكنولوجيا المعلومات موجوده عندنا والمشرع حاططها ولكننا ولم نطلع الا من رحم ربي هيطلع بعد كده. فالتطور بعد الكلام اللي انا قلته بقى الاي او تي والسمارت هوم والسمارت سيتي والكلام ده كله ودي اخر نقطه انا هختم بيها فكره الاي اي الذكاء الاصطناعي الى اين سيصل هذا الذكاء المرعب الى اين سيصل هذا الذكاء الاصطناعي داخل البيوت بل وداخل البشر. في مشكله ورا. طيب الذكاء الاصطناعي اختراع جميل هل سوف نصل الى سيطره مثل هذه الالات على البشر ام لا؟ ما فيش حاجه اسمها ايوه محمد انا هقول لك ليه هقول لك ليه هقول لك ليه
في الظاهر هو يصل، ولكن مهما كانت قدرة هذه الآلات على فعل أي شيء فلن تستطيع فعل ما يفعله خالق الكون. ربنا اللي خلقك، أنت اللي خلقت الآلة، أنت اللي صنعت الآلة، فهل يمكن صناعة الله في عقلك أنت يا راجل هتوصل لها الآلة في يوم من الأيام وهي صنعك أنت؟ ده أنت أضعف مما أنت تخيل. أياً كانت هي وصلت لإيه؟ عارف هي خطيرة ليه؟ عشان إحنا ما عندناش الأويرنس الكافية، ما عندناش الوعي الكافي للتعامل مع مثل هذه الآليات. طيب إلى أين وصلت هذه الآليات الحديثة من الذكاء الاصطناعي؟ وهل هناك مسؤولية قانونية على أي خطأ في حالة المسؤولية المدنية نجم عنه ضرراً أصاب شخص يتعامل بهذه الآلات؟ هو في شخصية قانونية أصلاً اعترف بها القانون للروبوتس أو للتقنيات بتاعت الذكاء الاصطناعي؟ طب أنت هتحاسب مين؟ المبرمج ولا مصنعها ولا مستخدمها ولا مستوردها؟ طيب هل تعلم أن الذكاء الاصطناعي اللي أنا بكلمك عليه بقولك مسؤولية الخطأ سواء كانت تقصيرية بقى أو عقدية أو أي كانت من أنواع المسؤولية المدنية، أربعة روبوت بالذكاء الاصطناعي الآن في المجال الطبي قادرين على إجراء عملية قلب مفتوح دون تدخل بشري. يعني دخل أربعة روبوت في عملية، والعملية دي بتقام بالفعل دلوقتي في منتهى الدقة. فلك أن تتخيل عند اختراق مثل هذه الأنظمة أو الروبوتس دي إيه اللي هيحصل في المريض اللي تحت الدواء، بيخيطه ولا بيعمله ولا يروح مدخل انت فاهم؟ طب انا هسال مين ساعتها؟ هسال المخترق ولا هسال شركه التامين الالكتروني اللي المفروض تامنني من اي اختراق خارجي يحصل عليا، ولا هحاسب المصنع لو كان في خلل في الصناعه، ولا هحاسب المستخدم اللي هو الطبيب، ولا هحاسب المستشفى اللي اشترت بدون رجوع الى كل ده هيكون فين؟ فدي إشكالية قانونية أتمنى أن أنت تبحث فيها عشان توصل لحل. طيب هل هذا يقف عند حد المسؤولية المدنية؟ لا. طب نفترض أن في مسؤولية جنائية لو ارتكبت أنا خلاص، هم دقيقتين اللي فاضلين من العشر. لا كمل يا دكتور شعبان. أنت دكتور شعبان؟ دكتور شعبان اكتر واحد بيستقصدني، احنا اصدقاء من اكتر من 8 سنين. طيب انا انت قلت لي نص ساعه والله. ايوه بقى نص ساعه، ما انا بقى لي نص ساعه فاضل دقيقتين. لا يا باشا كمل كمل دقيقتين عشان خاطرك انت، يعني هسيبهم لك والوقت الضايع اللي ضيعه دكتور شعبان. يبقى في 3 دقايق فاحنا هنتكلم عن هذه المسؤوليه. هناك بعض الفقهاء اللي قالوا احنا ممكن نعترف بالشخصيه القانونيه لانظمه الذكاء الاصطناعي باعتبارها شيء وانت حارس عليه. لا، رد عليه واحد تاني قال له لا تعال انا هعتبرها شخصيه اعتباريه كما وضعت مسؤوليه على الشركات التي هي شخص اعتباري خاص او شخص اعتباري عام من مسؤوليه او غيرها. لا، ليه؟ لا، لأن هذه الآليات تستخدم خصائص معينة تختلف عن خصائص اللي موجودة داخل الشركات عشان تعمل عليها مسؤولية. طب انت هنا هتصفي، طب انت هنا هتعاقب، هتلغي سجل تجاري، طب هنا انت هتعمل ايه؟ هتشيل حتة من عين الروبوت ولا هتفك الحجر ولا انت هتعمل؟ هناك عدة تساؤلات. طيب بعد التطور الهائل اللي حصل في الذكاء الاصطناعي لوجوده داخل الآلة، هل تعلم أن الـ 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 الأستاذ المهندس العبقري سعادة الباشا إيلون ماسك خد الموافقة على استخدام شريحة أو تجارب شريحة نيورالينك على البشر؟ قول لي الأول يعني إيه نيورالينك وأنا أقول اللينك. اللينك دي نيورالينك هي شريحة صغيرة، الشريحة دي بتتركب في المخ بشكل معين، مش جوه المخ، هي ليها شكل معين بخيوط معينة بتقنية يعني في منتهى الدقة. هذه الشريحة الغرض الظاهر منها هو استعادة الناس المريضة اللي عندها نوع من أنواع الشلل أو العمى أو الخلل في الجهاز العصبي، إن هي تساعده في أنه يسترد صحته. ولكن الغرض الباطن منها أن أنت تقدر تتحكم في ذاكرة هذا من ركبت في أدمغتهم هذه الشريحة.
يعني ايه تتحكم في الذاكره؟ يعني تمسح له الماضي ولا تحط له المستقبل ولا تتحكم في تفكيره ولا تتحكم في غيره؟ عايز اقول لك ان هو حطها في خنزير من سنتين، ولما حط التجارب دي الشريحه دي في خنزير كان بيتحكم في تصرفات هذا الخنزير. فانت بتسمح دلوقتي ان التكنولوجيا اللي احنا كنا خايفين منها سواء بقى من البدايه خالص من اول ما بدات المحاضره، الموبايل، اللابتوب، ها ايه السمارت هوم، اي او تي، سمارت سيتي، الذكاء الاصطناعي، ال 3 دي برينتر، وفي حاجات كتير انا ما قلتهاش، البنيه التحتيه الحرجه، الديجيتال ترانسفورميشن. وصلنا لان المشكله بقت داخل جسم الانسان. فهل باعتبار كل ما هو رقمي هو غير امن اصبح الانسان رقمي؟ عارف ان هو هيوصل مخ الانسان او الانسان بنفسه الى داخل هذه الالات عند استخدام الاي او تي؟ انا عشان الدكتور شعبان ما يزهقش مني، انا كنت مبسوط قوي ان انا كنت معاكم النهارده، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم. استنى، ما نسيت اقول اهم حاجه، التكنولوجيا تسبق القوانين. اتمنى قدركم كمحامين او رجال قانون ان انتم تكثروا من البحث في هذا المجال وتضعوا اقتراحات لما هو قادم. سيبوا بقى اللي فات، انا بتكلم في الجرائم الالكترونيه من 2013، احنا في 2023 بقى لنا 10 سنين، في حاجات جديده ابحثوا عنها واتكلموا عنها ودوروا على التشريعات اللي بره فيها. شكرا. شكرا. فبجد دكتور محمد حمزه لو قعدنا نسمعه ساعات مش هنزهق ولا هنمل، ودايما عنده جديد، وده اللي بيؤكد على ان النوع ده من الدراسات او التخصصات في مجال القانون هو جديد على مسامعنا في القطاع القانوني، وبالتالي عشان يبقى ليك الافضليه فيه هيكون بالاسبقيه في الحصول على المعلومات. طول ما انت عندك معلومات حديثه وطول ما انت متابع التطورات في هذا القطاع هيكون لك الساق على مستوى مصر والوطن العربي، مع ان هناك بعض البلدان العربيه سبقتنا في هذا النوع من الملفات. دايما بقول رغم ان احنا متاخرين عن بعض الدول المتقدمه سواء امريكا او الغرب او اوروبا في هذا القطاع من القطاع القانوني في الجرائم المعلوماتيه، بس ده بيدينا امتياز ان احنا نشوف ايه هم المشاكل اللي قابلتهم والجرائم دي كانت عندهم ازاي، وايه التشريعات المرتبطه بهذه النوع من الجرائم، بحيث ان احنا نقدر نواكب هذه الجرائم ونقدر نتعامل معها. في مداخلتي وان شاء الله يعني احاول التزم بالوقت، مش هكون لوحدي، هيكون معايا سويون، وده اسم بنت الكوري، وهي هتساعدني شويه في اللقاء ان شاء الله. اخد اقل من النص ساعه. ارجو كتابه الاسئله وارسالها الى المنصه، نرجو وضع تليفوني على وضع الصامت اثناء المداخله. معلش بقى استاذنكم، يعني اي سؤال نحطه على المنصه هنا، اي حد عايز يسال اي سؤال يكتبه، والتليفون الحمد لله ما كانش في حد ليه تليفونه موجود معانا خلال الوقت ده. انا ما عرفتش بنفسي لان انا اللي كنت بعرف الساده الزملاء، فالحمد لله ربنا كرمني بمجموعه من الشباب عاملين فيديو صغير كده تعريفي عني، يعني يتجاوز الدقيقه بحاجات بسيطه، اتمنى حضرتك تشوفوها. الاقتصاد والشريعة الإسلامية، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، وباحث دكتوراه في قانون المرافعات بجامعة عين شمس، وله أكثر من 15 عاما من الخبرة في التدريس والتدريب القانوني والسياسي وأعمال التحكيم والوساطة في نطاق 15 دولة، وتعليم أكثر من 20,000 شخص من 20 جنسية. له العديد من الأبحاث العلمية المحكمة والمنشورة دولياً تتجاوز 30 باحثاً. له 6 مؤلفات قانونية. نائب رئيس الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي بلبنان. رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات بمصر. شريك مؤسس مجموعة الحمد الدولية بقطر، ومستشار قانوني وعلمي بالمركز الدولي الخليجي وبمكتب الزوادي للمحاماة بالبحرين، ومستشار خاص بالغرفة الاقتصادية الليبية المغربية المشتركة بالمغرب.
حقا إن العلم نور يستضاء به، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. بشكر طبعا الله يكرمك، ربنا يخليك. عمال ده كيو ار كود، اي حد بقى عايز يتواصل معايا سهل ان هو يحصله، والماده العلميه ان شاء الله هتكون متوفره من خلال لجنه الفكر القانوني. بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. الهدف ان الانسان لازم يسعى ان هو يطور نفسه، صدقني بالعلم والمعرفه هي اللي هيديك الساق. ودلوقتي المعلومه بقت بسيطه، يعني كنا بنتكلم على النظام في المملكه العربيه السعوديه، كان عندي مشكله في بعض الاحكام، قال لي المنصه تدخل تجيب اي حكم لاي سنه في اي وقت. الاول كنت لازم تروح المحكمه ولازم تروح تجيب الكتب والمراجع، لا الامور بقت سهله وواضحه ان احنا نصل للمعلومه، ولكن احنا بقى نسعى للحصول على هذه المعلومه. هتقول لنا ايه سونيو؟ لا راحه فين؟ هتقول حاجه؟ ارموا الانتباه، سوف نتحدث عن مستقبل الجريمة الإلكترونية في مصر. حاضر، هننتبه. بقى لي كم مرة بشير إليها. أمر دي بنت مصرية عندها 8 سنين، مامتها بعد ما تركتها في غرفتها لمدة 5 ساعات ما تعرفش عنها حاجة، دخلت لقيتها معلقة نفسها في المروحة وشنقت نفسها وانتحرت، عندها 8 سنين. اما سالوا مامتها كانت بتقعد تلعب لعبه بدون ذكر اسمها عدد ساعات طويله، بس كانت كل شويه تطمن عليها، بس لما لقيتها 5 ساعات كده ملهاش حس دخلت لقيتها انتحرت وهي عندها 8 سنين. فزي ما قال كل اساتذتي وزملائي ربنا يرحمها، طبعا الموضوع بقى في قلب بيتنا وفي كل مكان، فلازم نكون حريصين ولازم التوعيه قبل ما تكون عشان مجال الشغل، لا عشان حياتنا الخاصه وعشان ولادنا. انا هديكم 4 قضايا شغال عليهم جوه مصر وبره مصر، حاجات تشيب وفعلا الموضوع بقى فيه خطوره كبيره. انا مش كل شويه بقى هروح لك هناك. انا مفروض هناك تفرق بين الجريمه الالكترونيه والجريمه التي ترتكب على الوسيط الالكتروني. تمام، ده سؤال دايما انا ببتدي بيه كلامي اذا كان الحديث عن الجرائم المعلوماتيه او جرائم التقنيات الحديثه او الجرائم الالكترونيه، والدكتور محمد حمزه اشار اليها بس ما عملش سبوت عليها بشكل مباشر. كل ما نتحدث عنه من ابتزاز وسرقه ونصب وانتحال صفه و هي جرائم بالشكل التقليدي، ولكن اللي استزاد عليها هو استخدام وسيط الكتروني او وسيله الكترونيه لارتكاب هذه الجريمه. فبالتالي جرائم الابتزاز والتهديد وكل ما يتعلق بهذا النوع من الجرائم هي جرائم بالمفهوم التقليدي، ولكن الوسيله التي استخدمت في ارتكاب هذا السلوك الاجرامي هو وسيله الكترونيه. فبالتالي احنا ما عندناش مشكله في كثير من الجرائم اللي بترتكب باستخدام هذه التقنيات. ليه؟ لأنها جريمة هيبقى القيد والوصف بتاعها قائم، ولكن الوسيلة اللي استخدمناها والدليل هنا بس هو اللي يبقى عندنا مشكلة فيه، لأن الدليل رقمي والقانون حل هذه المشكلة، وهتحدث عن المادة 11 فيما يتعلق بحجية الدليل الرقمي. فبالتالي الجرائم التي ترتكب عبر وسيط إلكتروني اي جريمه ممكن اي شخص يرتكبها، بس بيستخدم وسيله اخرى. حد بيتواصل مع حضرتك وبيقول لك انا من جهه سياديه وانا عندي معلومات عنك وانت اسمك جاي في قضيه كبيره وانا هساعدك في الموضوع ده بمقابل ان انت تدفع مبالغ ماليه، هو هنا بيحاول يحتال عليك بشكل ما وبملابسات معينه ومتوفر فيه كل اركان الجريمه، ولكن استخدم نوع من الوسائل. تلاقي الرقم اللي بيتصل عليك جهه سياديه مش عارف ايه، يتصل من برايفت نمبر باستخدام بعض الارقام او بعض البرامج اللي بتستخدم في هذه التقنيات. فهنا احنا عندنا جريمه تقليديه، ولكن هناك وسائل مستحدثه استخدمها في ارتكاب هذه الجريمه. لكن الجريمه الالكترونيه واللي ركز عليها الدكتور محمد حمزه واللي تطورها كبر قوي، وصل لدرجه ان الاي اي او الذكاء الاصطناعي بقى يولد اراده حره لارتكاب الجرائم، ما حدش بيوجهه، ده مش مستني حضرتك توجهه، ده هو من نفسه بدا يولد تصرفات باراده، مش هقول حرة عشان الإرادة حرة للإنسان، ولكن بقدراته اللي عنده قدر يسعى لارتكاب سلوكيات إجرامية لحد ذاته. المثال اللي أنا قلته من شوية، الروبوت اللي انتحل بيانات، مش انتحل، هو صاحب الروبوت ده قال له خش اشتري لي، فدخل يشتري واستخدم كل التقنيات، بس وقف عند الرموز. يعني حتى تلاقي نفسكم كده، احنا كبشر الرموز ساعات مش عارفين نقراها،
فنقعد نغيرها عشان نجيب رموز واضحه شويه. هو هنا بيعمل ايه؟ هو بيتعمد ده علشان عارف ان العين البشريه والعقل البشري هو بس اللي هيعرف يفك الرموز دي، لكن الاي اي لغايه اللحظه دي لا، هيعطل عند المرحله دي. فلو انا بستخدم ذكاء اصطناعي او انا مش شخص طبيعي، الجهاز قدامي او الويب سايت بيفهم ان انا روبوت مش انسان، فبالتالي بيوقف المعامله لانه المفروض ان هو بيتعامل مع بشر. فهو قدر يتحايل على ده ان هو لان هو كفيف واداله كافه البيانات والمعلومات اللي تامن الشركه، والشركه تممت له عمليه البيع واشترى لصاحبه الاجهزه اللي هو عايزها من خلال هذا الويب سايت. فالموضوع تطور بشكل كبير. الكلام ده كان في شهر 9 اللي فات، يعني السنه اللي فاتت، احنا بنتكلم داخلين على سنه اهو. ده في انجلترا حصلت الجريمه دي. بنت صغيره، احنا الناس دي معدينا شويه في استخدام التقنيات دي، فاهلها جايبين لها روبوت صغير، عروسه بتشتغل بتقنيه الاي اي، يعني بتقعد تلعب معاها وبتكلمها زي العرايس اللي احنا بنجيبها لاولادنا، بس دي متطوره شويه. فالعروسه الروبوت الصغير ده بتاع البنت طلب منها ان هي تعمل بعض التصرفات كانت هتؤدي الى ان هي تاذيها او تؤدي الى الاضرار بيه. وهم راجعوا الشركه اللي اشتروا منها العروسه دي، لا احنا ما مش مبرمجينها ان هي تعمل ده، ده هي حصل خلل وهي من نفسها كروبوت هو اللي ولد المعارف دي وطلب من البنت ان هي تقوم ببعض السلوكيات اللي مش صحيحه. فبالتالي الموضوع كبير جدا، وده مجال خصب واسع جدا يكون محل دراسات عربيه لانها نادره وقليله جدا. وهقول لكم التوجه الغربي في المساله دي، ومن 2017 يعني من 6 سنين، لا الدول دي وصلت لوضع حلول للتعامل مع هذه التقنيات. وده اللي انا بقوله ان احنا كوطن عربي نستثمر ده بقى، الناس دي سبقانا، نجيب بقى التقنيات التشريعيه اللي عندهم ونشوف الناس دي فكرت ازاي ونبدا نطور بتشريعاتنا. زي ما قلت نبتدي من حيث انتهى اليه الاخرون، ما نجيبش من اول السطر، ما الناس دي عندها، ما نشوف دي عملت ايه واحنا نطور على تشريعاتنا في هذه المساله. فالجريمه الالكترونيه زي ما قلنا وصولا ان يكون عنده اراده ارتكاب هذا الافعال في مصر حتى الان ده مش موجود، لكن النوع الاخر من الجرائم اللي بترتكب عبر وسيط الكتروني قائمه بالفعل. هدي مثال على جريمة من الجرائم، لأن مش أغلب، كثير من القضايا في مصر وفي الوطن العربي بتكون مرتبطة بهذا النوع من الجرائم، وهي جريمة الابتزاز والتهديد الإلكتروني أو عبر وسيط إلكتروني وهي منتشرة. كلنا عارفين الابتزاز إن هو بيحاول يهدد شخص إنه هيفضحه أو هيسيء لسمعته، هيطلع صور، هيطلع معلومات، هيطلع أي شيء، المهم إنه هو يقدر يضغط عليه عشان يحصل منه على منفعة، سواء المنفعة دي كانت مادية أو معنوية من هذا الشخص. طب القانون اتعامل إزاي؟ طبعا ده أشهر نوع من جرائم الابتزاز واللي هديكم قضية شغالين عليها في هذه المسألة خاصة بالبنات. المشكلة اللي قابلت كثير من السادة المحامين في بداية وجود قانون 175 لسنة 2018 واختصاص المحكمة الاقتصادية، يقول لي القيد والوصف واروح أني محكمة، اروح اعمل محضر الاقيه عاملها لي جنح ومحاولني ورايحه محكمه الجنح، ومحضر تاني قضيه شبهها بالظبط ورايحه محكمه اقتصاديه. طب هي تروح محكمه اقتصاديه ولا تروح محكمه الجنح؟ دايما بقول حسب، ده بقى الشطاره، انت كمحامي انت عايز تاخده في انهي اتجاه. انت لو عايز تاخده قانون عقوبات وتطبق الماده 326 و327 الخاصه بالتهديد والابتزاز، خده في هذا المسلك من أركان الجريمة وتوافر استكمالا لباقي المواد. لو أنت عايز تاخده محكمة اقتصادية، أرقام غرامات كبيرة، نقدر بعد كده نتحصل على تعويضات وحاجة كده شياكة شوية، فتاخده لقانون 175 لسنة 2018 للمادتين 25 و26 من هذا القانون. طبعا أنا مش هتكلم عن القانون الثالث، لأن القانون الثالث لسه اللائحة بتاعته ما صدرتش، والدكتور محمد حمزة أكد على أهمية هذا القانون، وهو قانون 151 لسنة 2020، وقانون خاص بحماية البيانات الشخصية. رجاء والله بنتكلم في القانون ده من 2018، لأن في البحرين وليه ارتباط به هناك موجود، وعملنا حاجة بس كانت في القاعة التانية، وجبنا حد من جمعية المحامين البحرينية كان بيتكلم عن قانون حماية البيانات في البحرين، وأنا كنت بتحدث عن قانون حماية البيانات في مصر، وعملنا مقارنة بين التشريعات. تابعوا هذه التشريعات، التشريع ده موجود، ليه مش لم يسري حتى الان او ما بداش في ان اللائحه التنفيذيه لسه ما خرجتش، لكن في مجلس الوزراء عندي حد في الاداره القانونيه قال لي يا دكتور شعبان خلال يعني شهر او اقل ممكن اللائحه بتاعه القانون ده تصدر، وبالتالي هتفتح باب كبير للعمل في هذا القطاع. فالقانون ده مهم، اللي هو 151 لسنه 2020، لو مش مطلعين عليه اطلعوا عليه.
طب انا هاخدكم في جريمه التهديد والابتزاز في تطبيق قانون 175 لسنه 2018. انا مش هروح محكمه جنح ومش عايز قانون عقوبات، انا عايز قانون 175 لسنه 2018. هنروح للقانون ده ازاي؟ القانون ده اداني مادتين، ماده 25 و26 تخدمني قوي في النوع ده من الجرائم، وانا لو شاطر هعرف اوجه سواء المحضر او اتجاه النيابه ان هو يطبق على المجرم هذا النوع من النصوص القانونيه وفقا كمان. طب الماده 25 بتتكلم عن ايه؟ عن جرائم الاعتداء على الحياه الخاصه، ورغم ان هي ماده واحده لكن بتشتمل على من 5 لـ6 جرائم في نص واحد، وده كان في توسع من المشرع في النص ان هو حط مجموعه من الجرائم في نص واحد. شوفوا الجرائم اللي ممكن حضرتك تعمل لها وصف قانوني بناء على نص الماده 25، دي كلها جرائم ممكن تقدر تطلعها من هذا القانون. الاعتداء على اي من المبادئ والقيم الاسريه، وطبعا فقره مطاطه وغير واضحه المعالم، ودخل وطعن عليها بالدستوريه، ودخلت في فيلم وظهرت في الفترة اللي كان فيه البنت بتاعت التيك توك تقريبا، اتطبقت عليها المادة دي وشددوا لها العقاب، كانت قصة كبيرة جدا. بس هي الفكرة ان هي بتفتح لك الباب كمحامي ان اي سلوك يرتكبه شخص، هذا السلوك ينتهك ويعتدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، دي تعتبر جريمة عاقب عليها القانون. هتشوف العقوبة ايه، هديكم مثال على القضية دي، والقضية دي احنا شغالين عليها دلوقتي. طبعا هدي تفاصيل عامة عن القضية. القضية شاب كان على علاقة بفتاة، علاقة سرية، وبعد فترة خلاص الراجل عايز يلتزم ويحترم نفسه وراح خطب بنت، انت عارف كل واحد دي بعد كده عايز يخطب واحدة كويسة في الآخر، راح خطب بنت محترمة وكانت العلاقة طيبة. هنا بقى اللي حصل العكس، البنت بقى هي اللي مش عايزة تسيبه في حاله، فراحت وصلت لخطيبته وبعتت له الصور والفيديوهات اللي كانت بينهم وقالت له أي واحدة هتروح تخطبها هعمل نفس الحوار معك. هنا الآية معكوسة، عارف انتوا المتصور ان اللي بيحصل العكس، لا، في القضية دي البنت هي اللي بتهدد الولد ده وبتهدده ان هي هتقول للاهله كمان وهتبعت لهم الصور اللي بينهم والفيديوهات، وفعلا بعتت لخطيبته، وطبعا خطيبته لما شاف الحاجات دي فسخت الخطوبه. اما جيت اتسالت في الموضوع ده بيقول لي طب احنا نعمل معاها ايه دي؟ يعني هنروح بيها فين؟ يعني احنا عايزينها ما تكملش في الموضوع ده، ومش عايزينها تاذيه مع اهله، ومش عايزينها تدمر مستقبله. هو كل ما يجي يخطب حاسين ان ده حقيقه والله، كل ما يجي يخطب مش عارف، لانه خايف ان هي تعمل نفس، سهل هتجيب رقمها ولا الواتس ولا الماسنجر بتاعها وتبعت لها الصور والفيديوهات. طيب هنا وفقا للبند الاول الاعتداء على المبادئ والقيم الاسريه، هل السلوك اللي انا بقوله ده حضراتكم شايفين ده يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا في مصر؟ ينفع حد يعمل هذا السلوك او يكون هذا توجهه، وحتى لو بتطالبه ان هو يرتبط بيها بشكل رسمي؟ طبعا. فبالتالي هنا الامور محتاجه ان حضرتك تكون عندك درايه بالنص التشريعي، وازاي تعمل موائمه بين السلوك الاجرامي اللي جرمه المشرع وتحط له الاطار القانوني السليم. انتهاك حرمه الحياه الخاصه، وصراحه يعني كتير من اصدقائنا وخاصه الدكتوره نوره دايما اي حد يضايقها تبعت له نص الماده 25 عشان الفقره اللي بعديها. هتقولي دي جريمه؟ دي جريمه عقب على القانون، ارسال بكثافه العديد من الرسائل لشخص معين دون موافقته، بالذات العنصر النسائي، تلاقي كل يوم صباح الخير مساء الخير، يا عم زهقت صباح الخير مساء الخير، خلاص بقى يعني كفايه كده، دي جريمه عقب على القانون. يبعت له الماده 25 ما مش هيخش تاني على حضرتك. لو بعت لحضرتك رسائل بكثافه دون موافقه هتشوف العقاب. استعدين على العقوبه، تتخيل العقوبه توصل ل 300,000 جنيه، يعني رقم كبير، هتخربي بيته او هتخرب بيتها. فبالتالي ارسال رسائل بكثافه دي جريمه. فكره بقى الاركان والركن المادي والمعنوي، سد النقيب يبقى يدينا بقى محاضرات ومحاضرات نتحدث عن جريمه جريمه وتوقيتها واركانها الماديه والمعنويه، وهل قصد عام ولا قصد خاص، ونطبق كل القواعد العامه في القانون الجنائي. منح بيانات لنظام او موقع الكتروني لشخص دون موافقته ونشر معلومات او اخبار او صور، تعمل ايه؟ تنتهك الخصوصيه دون رضا. ودي بقى بتسال فيها كتير جدا، يقول لك ما هي اللي نشر صورها على الفيسبوك، انا دخلت نشر صورتها نزلتها عندي وعملت لها اعاده نشر، او هي نشر صورتها دخلت عملت لها شير، هو انا كده اعتديت على حياتها الشخصيه واعتديت على خصوصيتها؟ وقفنا مين اللي بيقول اجي تقول لي نشر على البروفايل الخاص بيها. علشان كده مفيش ابلكيشن ما ادكش خاصيه ان انت تقيد
مين اللي يطلع على البروفايل بتاعك ومين اللي يطلع على الصور الخاصه بيك. يعني هتلاقي فيسبوك بيمنع ان حد ياخد الصوره اللي انت حاططها على البروفايل بتاعك. فبالتالي هنا هي الفكره، هل الشخص كان ناشر المعلومات دي بشكل بابليك مفتوح للعامه، ولا كان مقيد النشر لمجموعه من الاشخاص اللي هم الاصدقاء الخاصين بيه، او قافلها على نفسه هو. فكل ما زاد مستوى الحمايه كل ما كان هناك انتهاكا للخصوصيه في هذه المساله. وهل الشخص ده شخص طبيعي بسيط، ولا الشخص ده شخص ذو حيثيه او شخص سياسي او شخص عام الناس اصلا بتتداول عنه المعلومات وعنه الاخبار؟ محمد صلاح العالم كله بيحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح كل سنه وهو طيب، تمام؟ هو شخص، لكن حد تاني ما حدش يعرف عنه حاجه، هنحتفل بعيد ميلاده ليه؟ فبالتالي دي ايضا فدي ايضا جريمه نص على كده. طب شوف العقوبه هنا بقى، مده لا تقل عن 6 شهور. انت متخيل يعني واحد لو بعت لحد رسائل وهو متضايق منه وقعد ينذره ان هو مش راضي عن هذه الرسائل وقدر وحرك ضده محضر، قانون قال دي جريمه عقب على القانون، اول غرامه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه او احدى العقوبتين. يعني اقل حاجه في هذه النوع من الجرائم اللي تحدثنا عنها 50,000 جنيه غرامه في هذه الجرائم. طبعا الرقم مش قليل قصاد ان الجريمه الى حد ما هناك بعض منها بسيط. دي المادة 25، المادة 26 عشان ننتقل للجزئية اللي بعديها وهي الخاصة بقى والدكتور محمد حمزة أشار إليها، اللي هي جريمة المحتوى المعلوماتي الغير مشروع. أي حد يستخدم أي برنامج تقني أو معلوماتي عشان يعمل إيه؟ يربط بياناتك الشخصية بمحتوى منافي للآداب العامة أو لإظهارك بطريقة من شأنها المساس باعتبارك وشرفك. شفتوا كتير صور للسياسيين في دول أوروبية يجيبوا وشه يحطوه على خنزير، يجيبوا وشه يحطوه على حمار، كثير من الشخصيات على مستوى العالم. يعني ما حددش شخص بعينه، ده يعتبر مساس بإيه؟ مساس باعتباره وشرفه. فأنا مش لازم ياخد الوش يحطه على أفلام إباحية أو صور إباحية، لا، هو ممكن إن هو يكون المساس بالاعتبار أو الشرف بخلاف أن يكون منافياً للأداب العامة. يبقى خلي بالك هو مش قاصر على الأداب العامة أيضاً إذا كان في مساس بالاعتبار والشرف. هنا المشرع شدد العقاب، مدة لا تقل عن 2 سنين ولا تتجاوز 5، وغرامة من 100,000 ل 300,000 جنيه، زود العقاب في هذه المسألة. فتخيل بقى ما شاء الله الباشا اللي عندنا هيبقى مرتكب كم من الجرائم وتطبق عليه المادة 25 و26، يعني هتدخله مش هتخرجه وفقاً لهذه الجرائم. عايزة تقولي إيه يا سونيو؟ تاني برضو؟ نعم انا ما عملتهاش عرض. ايوه شفت عم عبد الله؟ ما فهمتهاش انت عم عبد الله. لا لا لازم كده. هل الدليل الرقمي يعتد به في الاثبات؟ حاضر. السؤال ده من سيرو تيم، هل الدليل الرقمي يعتد به في الاثبات؟ طب انا اقفشه ازاي الدليل الرقمي ده؟ يعني واحد يقول انا خدت شورت سكرين بس هو مسح الرسائل. طب انا الرسائل اللي كانت بيني وبينه على الماسنجر كانت عباره عن تسجيلات صوتيه، فانا عملت لها داونلود عندي على الموبايل وبعد كده هو مسحها من عنده. لما رحت اعمل محضر قال لي فين المحضر ده؟ ما هو في رسائل فين الرسائل؟ اتمسحت. طب انا عملت داونلود للتسجيلات الصوتيه اللي هو كان باعتها لي. فالموضوع كبير في هذه المساله. طب نتعامل مع ده ازاي؟ الحمد لله وكنا منتظرين ان القانون يدخل حيز النفاذ باللائحه التنفيذيه، قانون 175 لسنه 2018. جت الماده 11 وبحب اقولها صراحه زي ما هي لطش كده في القانون، يكون الادله المستمده او المستخرجه من الاجهزه والمعدات والوسائط والدعامات الالكترونيه والنظام المعلوماتي وبرامج الحاسب الالي واي وسيله تقنيه ذات قيمه وحجيه الادله الجنائيه الماديه زيها زي الدليل المادي اللي في ايد حضرتك في الاثبات الجنائي متى توفرت الشروط الفنيه. والقانون طبعا كان معطل رغم انه صدر في 2018 لحين صدور اللائحه التنفيذيه في 2020، ومجلس الوزراء اصدر لائحه ويليه تطلعوا عليها كان بقرار 1699 لسنه 2020. دي كانت اللائحه التنفيذيه القانون 2018، واحنا في انتظار اللائحه التنفيذيه القانون 151 لسنه 2020. طب الدليل الرقمي شروطه سريعا كده، المشرع قال ان الدليل الرقمي نفس حجيه الدليل المادي. طب عندنا 4 شروط للدليل الرقمي وفقا للائحه التنفيذيه 1699 لسنه 2020. قالت لك اول شرط ان يتم عمليه الجمع والحصول واستخراج الادله دي باستخدام التقنيات التي تضمن عدم تمييز او تغيير او محو او تحريف هذه الادله.
فبالتالي مجرد حضرتك حصولك على الشورت سكرين او ان انت بتسيبها عندك ده مش دليل، ده مجرد ان انت استدلال ان في انتهاك، عشان حضرتك لما تروح للاجهزه المختصه دي شغلته هو ان يمسك الدليل مش انت اللي تمسك الدليل. علشان كده دايما اقول للضحيه خليك على علاقه مستمره بالجاني، ما تقفلش الباب. يعني قلت له خليه يشتم تاني، قال لي ما هو مسح الشتيمه، قلت له خليه يشتمك تاني، ما دام مسح مش خليه يشتم تاني عشان نقدر ناخد اجراءات. فاول شرط لازم يكون استخراجها بما يضمن عدم تغييرها او تحريفها. تاني حاجه ان تكون الادله دي مرتبطه بالواقع اللي احنا عايزين نبلغ عنها. الشرط الثالث ان يتم حفظها وتحرزها بواسطه مامور الضبط القضائي وهي مباحث الانترنت والقطاع الفني. الشرط الرابع لازم يكون عندنا محضر، والمحضر لازم تتوافر فيه شروط، شروط عندنا 6 شروط لازم تكون في المحضر الرقمي اللي حضرتك هتستند اليه، موجودين قدامكم. انا والله بس اللي مضايقني الوقت، لكن في الاخر اللي عايزين نقوله ان هذه النوع من الجرائم اصبحت في عالمنا الحالي بتقع في كثير، قياسا على ان الاشخاص في اكتر من دوله. كان عندي قضيتين، الاولى كانت في دوله عربيه، كان عنده شخص بيشتغل عنده، الشخص ده بعد ما فنشوا وروحوا على بلدهم، كانت بلد تانية مش مصر، راح بلدهم قعد شهر بيه، وكان معاه كثير من الوثائق الخاصه بيه، بدا ينشرها في الجرايد ويشنع بهذا الشخص في بلد غير بلد. طبعا هنا وده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، النوع ده من الجرائم محتاج تكاتف دولي. يعني ايه؟ حضرتك في مصر مش هتقدر تدير الموضوع في احدى الدول العربيه واحدى الدول الاوروبيه الا ما يكون فعلا ليك اتصال مع هذه الدول. فلازم يكون حضرتك في توسيع لقاعده العلاقات، وسهل توصل لمحامي في السودان وفي قطر وفي البحرين وفي المغرب وفي سويسرا وفي روسيا، وتقدر تبدا تاخد اجراءاتك. انا عندي قضيه شغالين عليها دلوقتي، الجاني موجود في دوله اوروبيه مش هقول اسمها، لازم زي ما هناخد اجراءات هنا لازم يبقى عندنا طرف تاني في الدوله الاوروبيه اللي هو موجود فيها، ونبدا ناخد ايضا اجراءات هناك عشان نقدر نحجم هذا النوع من الجرائم. والهدف الاسمى من مواجهه هذه الجرائم صدقوني مش ان احنا يعني نعاقب الشخص، ان احنا نسعى ان احنا نقلل هذا النوع من الجرائم ونوعي اولادنا عن خطوره هذه النوع من الجرائم. كان نفسي يبقى الوقت اكبر من كده.